ومع بدء جلسات الاستماع أكد وزير العدل بجنوب إفريقيا رونالد لامولا أن إسرائيل شنت هجوما كبيرا على قطاع غزة وانتهكت اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية وشدد ممثل جنوب إفريقيا أمام المحكمة على أنه لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة أن يقدم أو أن يقدم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية. السادس من اكتوبر 2023 وكل يوم خلال عام 2023 قطاع غزه على الاقل قامت اسرائيل بالسيطره من خلال الجو والبر والبحر وبقطع المياه والكهرباء والبنى التحتيه والدخول ودخ... والخروج من غزه ممنوع بشكل كبير حيث ان اسرائيل لديها نقاط تفتيش وتستمر في السيطره بشكل كبير وذلك على ارض غزه اسرائيل لا تزال معتبره من قبل المجتمع الدولي تحت ال... تحت ال... استعمار من قبل اسرائيل ونقوم بادانه استهداف المدنيين وحماس والمجموعات الفلسطينيه الاخرى لا يوجد اي هجوم بغض النظر حتى واذا كان الهجوم الذي ادى الى فضائع لا يعد مبررا او دفاعا لان نصل الى خرق هذه الاتفاقيه